أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير القرآن سورة هود. يقول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة، الدابة ما يدب على الأرض، دابة يجون ولا فرد يموتوكو. ما من دابة وانسو تلفرت راتون دابة جان زعمتني شيخا ولست بشيخي، إنما الشيخ من يدب دبيبا. أجدت أنت اللي زعمتني شيخا من قد دون سيته، ولست بشيخ أما من قد دون أمتي، يعني نمتتجع. إنما الشيخ من يدب دبيبا، شيخ يجوني نمسوط لفرتلته. طيب صدمت اكو في الده. طيب وين دكي تنربين غرتي اسرت امي دكي كنرديم ربنا عز وجل ردبته: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة ونتجر ديم تكلي واهن تاني إلا على الله، الله رتها لتهتمالي رزقها جتان هيريني سيدا يتشون إلا على الله رزقها. دموز هند رب الرواقبتي كوياك أبو في كجدو قليس أبو في كجد أنا أبو جدو نمو أكاونت ربي ترى وقورة تجد إلا على الله رزقها. الله رتي تهوتي حال الله رتي تهوتي ما لي رزقها هيرين سيرا واهن تاني جدو إلمنا ما أمو هيري ربي راك أبو كان دموس ربي رافولة كان إردون ما هين أرقو وان نبي قفا أرغ تنكي نمي قفا ما وان تنكي نمود أبيف ألان ألان لولا آرى وفنياتا وفماطرا تأرغتي أصو الحمد لله إرتجي تنبي اللي سلاني دفتي. ويعلم ربي سبحانه وتعالى نبيك مستقرها إيقا كرتي رزقي وهم داتو ربي رتجرات ربي سن إرام فني سن إرام فتولي راهن إرام فتولي ربي لا يضل ربي ولا ينسى كان أبو إيادين جاتور أبر. ويعلم ربي نبيك مستقرها بكالبون سنترقات نبيك لف كيست يوكا دوي دابارا كيست لبون دچر بكم وهي تيس يوكا استقراركم دوي دابا كيس جان بكال ربي نغرتي isa kaye bishan duyi dabbara sanje chu wa mustawda'aha bikaysin kayamtu leni bek bikaysin kayamtu gafadute essa kayamti dachirra bikatam kayamti yoka gadamaysa hada kessa bikatam kayamti nibeka aje mustawda'a يوكادتشي لابكت أولمتو يوكاوغدا ميسها لأخيسة والله أعلم. أكنا جاء كل في كتاب كل في كتاب مبين. كل جاتشون شفتنو في كتاب
في لوح محفوظ، كل من الدواب وأرزاقها ومستقرها ومستودعها. شفت وانا ما دبتميت جورا وان دشر ديمت وتدبن رزقي سي بكسين كيمت بكسين ترقات بكسين كيمت. هندنو في كتاب مبين، كتاب إفسات إكيست تهادا أتشي كيست قرمادا. كتاب الوحل المحفوظ كرغا إفسات إججو أتشي كيس جرا أجدوبا. ربي كي سبحانه وتعالى وكأنه أريد بهذه الآية بيان كونه عالما بالمعلومات كلها. كوان في الأمية آياتك نتي مراني آياتك نا الله هنغرتي وهند تيسي حركاك أبا وما جلاه نفني جتشورتي أكوان إفسات دوبا آيان إفساد دو حركاك أبدي سونيس وانسي كي سجر الراج اللهن تيسا وهند تاون وهنداو إني بك وفي ركايون وهنداو رزق إيسا وفي الركايونس آياتك نرافونا ما يجو. وهو ربي سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات سسموان أومي والأرض دجين لك أومي على غير مثال سبق. فكيتكو كدبر رتك اللالتين في ستة أيام كتابو ياجها كيستي ويوان غاب سنين قرام لوان تيف كتابو ياجها جانين كتابو ياجها كيستي في ستة أيام في قدر ستة أيام. وكان خلق السماوات في يومين سمي قيالة مكيزة أمي دجيز قيالة مكيزة أمي وان إسر رجر قصولي أدى ترى لبقى بيجي في بكلتو في وان قوكوكا هندس قيالة مكيزة أمي كما سيأتي في حميم سورة سجدة كيزة تكنو نفجة جورا. وكان عرش ربين دد بيان مس قيالة هنغسي تندبر فنه بيكا عز وجل بيكا تربين سوتا سوتا وما إساو في ملي دبيتي متي سدبيتي متي وننوم. وكان عرشه سبحانه وتعالى وكان عرشه قبل خلقهما عرشين الله نتي على الماء بشان الرتته بشان الرتته يجون كن أما انتنا بشان الرجرمو مؤكمي جتشو رتي. وكان عرش على الماء وانجلا قبل خلق السماوات والأرضين السبع وسو سموان هنؤمن سموان وسو هنؤمن اندرتي عرش نساب بشان رتي بشاني في عرشته ولت آنا سمي في دجي أومي أمو بشاني في أرشي جدو سينسي سي أكنا جور مفسر توتا حقيقة كنا والله أعلم بالصواب ظاهر آياته وكان عرش على الماء يروجر أمو إفسسا ونك ننجر ولا بعض العلماء وفي خلق جميع الأشياء وجعلها على الماء ما يدل على كمال القدرة. لأن البناء الضعيف إذا لم يكن له أساس على أرض صلبة لم يثبت فكيف بهذا الخلق العظيم هو العرش والسماوات والأرض على الماء؟ فهذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وان جندوبا داتشي متناو ربين بشان الرخايون وما هقنا ألفاتو كقنا قدتو كنا كندن ديتي ربي ترتك أجيلشا داتشي تنجل بشان تجراجان داتشي انتم بشان الرتجرتي دوبا
dandeettii rabbiiti irratti qajeelcha. طيب وكان عرشه سبحانه وتعالى كان عرشه قبل خلقهما عرش ربي سبحانه وتعالى انت وسوس مبدجين ومن على الماء بشانرة الذي تحت الأراضين السبع كاردي تربني قد تجرسا لم يكن حائل بينهما دجيفي بشان كان قردون جدو هنجرو ربنا كفلت وان فلر خايج وان الفاتا ومجاتا ياء كواغرتك ابو اكادتك شان قبانو قورام تلقى ورانا وانا كان قدتو كان الركاية بشان الركاية اكادت امونيسا دندتو قدرتك ارسيسا عاجتو وكان عرش على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا لامتين خلق سنة الرات واني سمو واني في دج أميف واني سي كيس جرولين ليبلوكم أكسيني كان قرماتوف akka qormaata keessa isin naquuf isin laaluuf eenyu keeysanitu ahsanu irra gaariidha jechuu keeysatti akkasin qormaatuuf amalan gama hujiiti rabbiin uumaa gurguddoo tana uumuun qormaata ilma namaati jechuu maal keessatti qormaatama jennaan rabbiif waa hojjetu keessatti qaalii xaa isa ibaada isa قرمان إيسان لفا خالقا دندتي هغانا قبو كانا سيرا إساف ودتين من كون اتدلغ مو اتدلغ توفته في الرئيس مو خالقا غانا جابا دا كا اوما غرغدو اومتانا اومتانا جودا مجالا بوتاما لالو دابجيجو يجعل ذلك ابتلاء واختبارا لكم فيظهر أيكم أحسن اتقانا لما يعمله لنفسه وللناس دوبا حاجه نمنو والبيكو تكت اينيتو اوما غورغودو خالق اومو مكان اوسو ارغو اوسو دغاو خالق اوما كان اومو اوسو ارغو اوسو دغاو اينيو قالي زغدا في اينيتو هينغوني نمنو نغول بيكو تكايتو ولا ان قلتم وعزتي وجلالي قدنك يا كديجرا ولا ان قلتم ولئن قلت إنك يا محمد يوجد لهؤلاء الكفار أمتك في توتك رأي يوجد إنكم إسنينكم مبعوثون كافموا لا يوجد من بعد الموت إيقدواتي كافموا لا يوجد الرقاف قلنك إسني قلفموا نكافمت كافموا لا يوجد ما الجاني لا يقولن نجان الذين كفروا والكفر نجان إن هذا ما هذا القرآن قرآنك وهنتان الذي تضمن البعث والحساب والجزاء قرآن نكافمتن نهر رقمتن قلت قلفمتن جيها سوكن إلا سحر مبين سحري إفبيامالي فالفلا جرّي بيات إمالي واهن تاني كان جانية قرآن ما نكون سيحي لجان فالفلا نبي محمد نمتي قروج عندو إرانا وبقى تشي سورا في جيش بدا كان جاني بيك
ولئن أقرنا عنهم العذاب ولئن أقرنا نتنكم يوبو دآنسنة عنهم إسانر العذاب أذاب يوبو دآنسنة أكا إسان قرتي حنجما قراني مي أذابني سمان دفنره إيه سجرره جاني بربادا كان أريفا نيقر تاكسان فران أكا إسان تان كانان كايتين فيدين غوني يوبو دآنسنة ولئن أقرنا عنهم العذاب عذاب إسان الرايوب ودأنسن مالجان مشركتونكم يروسن لا يقولون نجان أريفتني ججرفتني إشنا قلوا رفكنا جانبر ما يحبسه مالتو إسهيدا عذابك أنا مالتو نراهيدا مالتو نرى ترسي سيوكا معنان كنا ما ترى ما دفين أفنيتو سانيتي ألا انتبهوا دمكا قوري قرى قرى رجاء ربي سبحانه وتعالى يوم يأتيهم قويا إسانيتي أفكيستي مالين العذاب أذامني يوم قويا يأتيهم إسانيتي أفكيستي ليس هنتاني بر مصروفا قرق الفما يوكا ديف فما مدفوعا محبوسا ديف فما هنتان إسان كنرى قافر في إمان ديف فما نيجو ليس هنتان مصروفا ديف فما عنو إسان الرى وحاق بهم إسان نمرس يوكا إسان التي نبؤة ما كانوا به يستهزئون جزاء ما كانوا به يستهزئون قالني وان كإسان اتهنجما قدنتاني يوكا اتكشنا قدنتاني ما كانوا به يستهزئون جزاء ما كانوا به يستهزئون قالني وان كإسان اتكشنا قدنتاني إسان اتني مرسا جدوب ويحيق يحيط يجو وحاق بمعنى يحيط لفظي ما دي الان في دي وان دبري وان دبتي وان افو اموين نخني ارقمو نساء لغا وان تأيف اكا وان درو تأي دبرتي ربي نرى دبتي جو وحاق بمسان كانت نمارسا ما كانوا به يستازئونا قلن وان كإسان كشنات تقولان تاني بمعنى أذامني إساني مرسول أفتا أججو عذاب إساني مرسول إسان عذاب سين ولئن أذقنا يودا أمسيسن والله ججو وعزتي وجلالي قدني ككتل لئن أذقنا يودا أمسيسن الإنسان نمكنا يودا أمسيسن يوك أمسيسنة مال أن أمسيس ربي رحمة كانني تكيتو رحمة كانني فياها تاتو تنقياها تاتو تدينك تكبينها تاتو ثم إيقنا نزعنا يوفون ها كانني سيوفون منه إسر يوفون ربي سبحانه وتعالى وهو عند إسكاي وأنك يقول يا فرفودة دوب عز وجل ويا فرفودة يو أكسي تجيبودة إسر رافونة جو ثم نزعناها منه مال تقافسا فياني فودة ويا توكو كبيني فودة ويا توكو نغياني فودة ويا توكو مال تقافسا إلمنا ما جنان ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور إنه إنكن ليئوس يجعل قاطع مرتا رجاءه حمي ليسا كجيل ليسا مرتا غرا مرتا رجاءه غرا مرتا رجاء كفور هدو كفرادا هدو كفرادا رب مقالا لولو إغليتو
tokko rabbi kadhatee kadhatee yogguu gartee rabbi irraa waa dhabe. Aara jan dubbitti aara jan rabbi kanattu. Aare aare booda ammoo rabbiin kun na dhiisuu qaba. Yeroo gartee kana waa xiqqoo irraa badan ni jiraami. Amma anuma dhiisuu qaba. Akkinaa dabaloo haafu anuma kana maan dhiisne ofirraa kana dhiisu. Maan irraa dhiisne mallaqa turan keessaa qabu maga dirri isaa jechuu bar. Kan rabbiin kana lolu jira bar. La ya'uusuun kafuur. عظيم الكفران كفور هدو كفران لما سلف من النعم كان لو وان دبرت قوتو أكوان أرغتني أكاس الله رجو أما اللي أكوان ولدتن ديبني أما أج نير رانفتي الكون كله بيد الله وهي أرك ربي تجرت يقلبها كيف شاء akkafedhetti gaafires as gara galchee namatti gaafires namarra achi gara galchaa santu isa jala hafe jechuu. Wala in azaqinaahu ammas wa izzati wa jalaalii guddina kiyya kakadhe wala in azaqinaahu insaana kana nama kana yoo dhandhamsiisne nacamaa'a qananii fayyaa taate ta qabeenyaa taate ta nagaa taate yoo dhandhamsiisne qananii eega maaliiti jennaan bacda darraa'a eega rakkoo massatu isa tuyxeeti. Eega rakkooti massatuhu rakkoon sun keessa tuyxe jechuu. Bacda darraa'a eega rakkooti massatu rakkoon sun keessa tuyxe. Eega rakkoo gartee irraa fuune eega rakkoo irraa oofne booda qananii yoo gartee isa qananisne la yaquulanna ni jea duuba dhalika alinsaanu namni sun ni jea maal jea dhahaba sayyi'aatu anni dhahaba deeme assayyi'aatu hamtooleen annii narraa deeme hiyyumti maca salaam dhukkubni nagaat maaliyyoon nagaat waan gartee rakkoirraa taate tana booda kutte waliin agarru jea innahu inna dhalika alinsaana namni sun la farixun kasiiru lfarxi baطran wa ashara hedduu gammadaadha gammachuu baxraanummaan keessa jirtu gammachuu macasiyaan keessa jirtu san jechu namni yeroo gammade macasiyaa hedduu seena yeroo rifatillee akkasuma macasiyaa seena gormitu toluun qabu namni kun fakhuurun jechuun kasiiru lfakhri cala annaas hedduu dhaaddataadha namarratti maalidhaan dhaaddata jennaan bimaa yatafadla allahu bihi caleih tola rabbiin irratti tola oolesaniin dhaaddata tola rabbiin irratti tola oolesaniin dhaaddata jechuu fakhuur dhaaddata hedduu irratti dhaaddataa je lafarixun fakhuur أكنا جادوا بكثير الفخر على الناس والتطاول عليهم إلا الذين صبروا أين يمالي جنان إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات نمني إرقيسة إسابير جيرو إرقيسة تولالي إتين بوني gowumarraa waa hafteen qabu jechuu fayyaan ergisa rabbiiti qabeenyi ergisa rabbiiti nageenyi ergisa rabbiiti waan ati tursiifachuu dandeeysuum jechuu waan kaaliqni fuudhee guyyaa fedhe isii deebisuu danda'u illa alladhiina sabaruu warra obsi malee calaa maa asaabahum min addaraa iimaana billaahi rakkoo isaan tuqee irratti warra obsi malee rabbitti amanuudhaaf jecha herrega rabbi irra kaayyachuudhaaf jecha وعملوا إسانوا وان دلقة مليء الصالحات دلقوا وان قاري إسانوا وان سمالي ورونكوا وان أمو باتران ما نساء إساني وإسابا قبدوا وججوا أولئك أمان نسون واري أبسي ثواب رب رارقاتشو لأفرقوا إسانتو يترت كدلقة قاري دلقة نمس
أولئك لهم أمة إنسان سنفتاد مغفرة أرارمني وأجر كبير من دان قدات إساني تهادا هجا دوبا صوابني قدان قلني قدان إنسان سنفتاد جدوبا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك فلعلك يا محمد سيك ننسيها تارك لك ساعة ونسيها لك ساعة إيسا أم بساعة ونسيها بعض قري ما يوحى ووهي قدمو إليك قمك عن تبليغ بعض ما يوحى إليك قريوان قمك وهي قدمو همو قيسو دبتو نمت كديستو تولان سيسيا قريم تقري ديسو مالف وضائق ولعلك ضائق به صدرك لبتاته الانسيسية به ووهي قدم سنين صدرك قمتك قمتك لبتاته الانسيسية قمت وان سنين لبتون وان سنين تلمم اتركتون وذلك أن كفار مكة قالوا ائت بقرآن غير هذا ليس فيه سب آلهتنا أمني كافر توتا كمكة وانجان قرآن كان ملي كبير وفدي كقبر ما كينا كيستي الربسون هنجرجان فحمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ذكر آلهتهم ظاهرا نبي ربي قبرمتو إساني دبتشو إيسوتي يادي ملئسي دبتشو إيسو يادي سنرتي فأنزل الله عز وجل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك يتبوس يعني من ذكر آلهتهم هذا ما ذكروا المفسرون في معنى الآية معنى آية كيس المفسرون كان دبتني طيب أكنا يادون كيكوني غاري الآمتي إتما الأوسي إسان متاك أبدوس إتجاباتوس دعو ما نبكي إغلانين بك توحيدا سني إتففك جلو ربين آية تبوسي جولا وضايكم به صدرك أن يقولوا ما خافت أن يقولوا يعني لك إسان سنجتشو صداد أفجتشه لولا أنزل عليه هل لا أنزل عليه محمد الرمى بفمود بكنز مال كثير مكنوز مخزون ينتفع به ويستغني به وينفقه مال مخزون ينتفع به ويستغني به وينفقه أن يقول إسان جتشو راف جتشا مخافة أن يقول إسان جتشو سوداد راف لولا أنزل ما بفمود بي عليه محمد كنارة كنز كبيني والكيامات أو جاء يوكا أو هل لا جاء يوكا ما رفض به معه سوج ملك ملكك يشهد بصدقه كرقابيو محمد رقادان رفي وقائل هذه المقالة هو عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي أمية عبد الله بن أبي أمية المخزومي كجانتو جتكنا جيجان فلعلك سنسى يا محمد تارك لك ساتا وبعض قري ما يوحى ووهي ونم إليك قمك وضائق لبتاتا ونسسى به ووهي ونم سنين صدرك قمتك أن يقول من جيتشو صدارك جيتشا لولا أنزل ما بفهم نبي عليه محمد رت كنز كبيني والكيامات أو جاء يوكا ما رفض بمعه محمد وجه ملك ملكك فيكون معه نذيرا كيسولي نما قرص أي أمتوني مالي في محمد دينا قدو مانكباتيني دوري كن يتوراف نما دينا قدو كبوتو كبا يو كان ماليكان عرش ماليكان سمي دارفته ماليكان سمي دارفته سو جندد ديمتوكا إبالو كان غرتي رب إرغتي جتة نما تلافسيتو رفو كبتي إسانا كان سينجد جوسو دهداف
waagarii irra dabruu waxii irraa gartee dhiisuu sirraa sodaadha yaa Muhammad hojeen jechuu rabbiin azza wa jalla. Walumaa galatti jecha isaanii hin laalinii ati balligh maa unzila ilayka waan gama kee buufame geysi jeen jechuu rabbiin. Duba nabiin keenyalleen alayhi salaatu wassalaam akka aishaanuu jette nabi Muhammad waan gama isaa buufame ni dhoyse namni je'e kijiba guddisa jette. Kanaafuu eega rabbiin gartee akkasitti geysi je'e ajaja irra kaa'e waa uf duban deebine nabiin keenya dacwaa geysisuudha. Innamaa anta nadhiir, ati yaa Muhammadu nadhiirun tunziru nnaasa bilciqaabi calaa acmaalihim, ati dinniina ilma namaa qixaaxa rabbiitu isinitti dhufa yoo dalagaa badduu dalagan jettee isan dinniinta dalagaan kee kana jechuudha. Wallahu rabbi subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in wakiil, waa yurattu wakiilun tiysaadha wakiil, katiysu gartee khaaliqa ka isaan kan tiysu. Walawlaa an sabbatnaaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qaliila, osoo nuti gadi si raggaasisuu baanne waa xiqqo silaa gama isaanii jallatutti dhiyaatte rabbiin jeen. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ربنا محمد النورس دعوة ليس دايزانتي في الديسن أمنوا أبنجت الله يادن في الركسين وفي النبسين فلا يكون في صدرك حرج جعل كم كيست لبنا كان أرجمنا kitaaba himtu shari'aa sitti geeyse akkasumatti dabarsitti rakkatiin jaanduuba rabbiin. Xabiyaa ilma namaa keeysaa nama dureeysa diinaggee nama qabu san jala deemuu jaalatan sun osoo quba tokkoo nutti hatatte jala deeman quba tokkoon kaanoo sagalee guddoo ol qabatee lallabatee makiraafoon fudhatee osoo iyyillee wani maal haasawaa isa ja'aati gurratti kan naqanne jalaa deeman jechuudha. Amma alamuddiintu dubbatuudhaaf deema osoo isin hin jedhani. Amma zuumii keessa jiraame amma zuumii kana keessatti alamuddiintu guyyaarraa dubbachuuf deema ni raftanii sila. Jaartii teessumti raftillee riba kaastan, ijoollee raftillee riba kaastan, kabiroolee dawwaltanii alamuddiintu seenuuf deemaa seenaa. Duniyaan tun jaba qabdi. Akka waan baharri isaa sun namatti as yaa'u, akka waan barakaan rizqii isaa sun namatti as yaa'atu jechuudha. Xabaa ilma namaa jechuudha. Duuba lawlaa unzila calayhi kanzun jaan, qabeenyi guddaan Muhammad irratti maa buufamuu dhabe silaa gaafsan jala deemna jechuu isaaniiti bar. Innamaa anta nadhiir, wallahu calaa kulli shay'in wakiil, Allah cufaa jirratu xafiizun tiysaadha. تفسير القرآن أسيت رابطه.